السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وان شاء الله الفيديو ده يوصل لكم وانتوا بألف خير. النهاردة موضوع اسمه الخزانات، Design of RC Rectangular Tanks، اللي هي الخزانات المستطيلة. احنا عارفين من قبل كده ان الخزانات دي عبارة عن، او الخزان المستطيل ده عبارة عن مجموعة من البلاطات المتصلة ببعض. ده مجموعة من البلاطات المتصلة ببعض، ممكن تكون البلاطات ديت يا اما تكون بلاطات one way، البلاطات دي يا اما تكون بلاطات one way، لما تكون بلاطات تو واي. يبقى البلاطات، يبقى هي مجموعة من البلاطات المتصلة ببعض، شوية بلاطات كده متصلة ببعض. البلاطات دي ممكن تكون وان واي او تو واي، زي مثلا خزان اللي هو الاوبن كوندويت. خزان برضو الاوبن كوندويت ده برضو شوية بلاطات، بس بلاطات وان واي. فاحنا عندنا يا جماعة types of wall على حسب البلاطة بتاعتك أو الحيطة بتاعتك ديت ايه الأنواع بتاعتها. البلاطة بتاعتك أو الحيطة بتاعتك ممكن تكون بلاطة one way أو ممكن تكون بلاطة two way. فاحنا عندنا types of wall، types of wall بتاعتنا، أول نوع من الحوايط هو الشالو wall، البلاطة الشالو وول. طيب الشالو وول ده يا جماعة بكل بساطة، الشالو وول بكل بساطة ده عبارة عن بلاطة وان واي في الاتجاه الرأسي. أنا عندي بلاطة ال لونج في ال شورت، ال شورت اللي هو الارتفاع. لما أجي أصنف البلاطة دي أجي أقول ال لونج على ال شورت، تطلع البلاطة دي وان واي في الاتجاه الرأسي، يعني كل الحمل يمشي في الاتجاه مين؟ في الاتجاه القصير اللي هو الاتجاه الرأسي. طيب لو كان الحمل بتاعي يونيفورم، كان الحمل كله يمشي في الاتجاه الرأسي يونيفورم. طب لو كان الحمل بتاعك حمل مثلث، فالحمل كله على الحوائط زي ما انت عارف ضغط مية حمل مثلث، فالحمل كله يروح في الاتجاه الرأسي. يعني الحمل يعمل ايه في الحيطة؟ الحمل يعمل انحناء للحيطة في الاتجاه الرأسي. ده معنى الحمل يمشي في الاتجاه الرأسي بقيمة الحمل كله. إذا البلاطة ديت عبارة عن بلاطة وان واي، اللي لونج على اللي شورت. بقى هي بلاطة يا جماعة طول طويل وطول قصير. الطول القصير هو الارتفاع، اللي لونج على اللي شورت أكبر من أو يساوي 2. إذا البلاطة دي وان واي في الاتجاه الرأسي، كل الحمل هيمشي في الاتجاه الرأسي. يبقى لما اجي اصمم البلاطه ديت، لو انا كنت في تانية مدني والبلاطه ديت الحمل بيسير في الاتجاه الرأسي، كنت اروح اخد شريحه عرضها 1 متر في الاتجاه الرأسي، شريحه عرضها 1 متر في الاتجاه الرأسي واصمم البلاطه دي. يبقى اذا لما اجي اصمم البلاطه ديت هاخد شريحه في الاتجاه الرأسي فقط، vertical strip only. يبقى ناخد شريحة في الاتجاه الرأسي فقط، شريحة عرضها 1 متر. لما اجي اشوف بقى الشريحة ديت ايه الحمل اللي عليها، الشريحة اللي في الاتجاه الرأسي ديت ايه الحمل اللي عليها، فتلاقي عندي الحمل اللي عليها حمل مثلث مية قيمته جاما ووتر في الاتش ووتر، قيمته البي. دايما يا جماعة هسمي الحمل اللي على الحيطة بي. فلما اجي اخد الشريحة في الاتجاه الرأسي، ادي الشريحة بتاعتي عليها مثلث ميه اسمه بي جاما ووتر في الاتش ووتر. دايما في الاتجاه الرأسي مثلث بي اسمه جاما ووتر في الاتش ووتر. طيب ده النوع الاول من البلاطات، ان البلاطه بتاعتك تكون وان واي. طيب النوع الثاني من البلاطات، ممكن تكون البلاطه بتاعتك ايه؟ ممكن تكون البلاطه بتاعتك تو واي.
يبقى البلاطة بتاعتي ممكن تكون تو واي، بنسميها الميديم وول او الميديم تانك، بنسميه الميديم وول او الميديم تانك. دي بلاطة تو واي، يعني بلاطة ال لونج في ال شورت، اللي هو الارتفاع ال لونج في ال شورت. ال لونج في ال شورت لما اقسم النسبة دي تطلع اقل من 2، اذا البلاطة بتاعتك تو واي. تو واي يعني الحمل يمشي في الاتجاهين، الحمل يتوزع في الاتجاهين، حمل في الاتجاه الرأسي يعمل انحناء للبلاطة في الاتجاه الرأسي، يبقى الحمل اللي هو في الاتجاه الرأسي يعمل انحناء للبلاطة في الاتجاه الرأسي، والحمل اللي في الاتجاه الأفقي يعمل انحناء للبلاطة في الاتجاه الأفقي، اللي هو ام اكس وام واي. طيب الحمل لو كان يونيفورم يتوزع يونيفورم، طب لو الحمل كان مثلث يتوزع برضه حمل مثلث في الاتجاهين. الحمل في الاتجاه القصير اسمه الألفا، والحمل في الاتجاه الطويل اسمه بيتا، باعتبار ان ده الاتجاه الطويل وده الاتجاه القصير. ألفا في الاتجاه القصير وبيتا في الاتجاه الطويل. طيب دايما الحمل على الحيطة اسمه بي، جاما ووتر في اتش ووتر، يبقى الحمل في الاتجاه القصير اسمه ألفا بي في الاتجاه الرأسي، والحمل في الاتجاه الأفقي اسمه بيتا بي. يعني الحمل عندي بيتوزع في اتجاهين. طب الحمل لما يتوزع في اتجاهين يبقى عندي لما اجي اخد الشرايح اخد شرايح في الاتجاهين، شريحة في الاتجاه الرأسي وشريحة في الاتجاه الأفقي. طب مين الحمل اللي بيتوزع في الاتجاهين؟ هو الحمل بي اللي هو جاما ووتر في الاتش ووتر، ده هيتوزع لفيرتيكال ستريب، شريحة رأسية وشريحة أفقية، الهوريزونتال ستريب. طيب الفيرتيكال ستريب قال لك كل الحمل دوت في الفيرتيكال ستريب اللي قيمته الفا بي. طب الهوريزونتال ستريب، ركز بقى كده معايا في الهوريزونتال ستريب. الهوريزونتال ستريب يا جماعه هيبقى الحمل اسمه بيتا بي، اللي هو البيتا في الجاما ووتر في الاتش. طيب الحمل اللي هو في الاتجاه الافقي هيتوزع لحملين، حمل كده اسمه المثلث الازرق كده، وحمل المثلث الاخضر. ليه بقى الكلام ده؟ تعال نفهم الكلام ده مع بعض. قال لك يا جماعة نتيجة اتصال الحيطة بالأرضية، يعني الحائط بتاعك متصل بالأرضية، فبتكون الحتة القريبة من الأرضية ديت، الحتة دي بتكون very rigid. الحتة القريبة من الأرضية بتكون very rigid، فتقوم سحبة كل الحمل اللي ماشي في الاتجاه الأفقي تسحبه في الاتجاه الرأسي، تسحب مثلث الأزرق ده تسحبه في الاتجاه الرأسي على ارتفاع حتى كام؟ حتى ارتفاع ربع الارتفاع، لحد ارتفاع اتش على الأربعة. يبقى نتيجة اتصال الحيطة بالأرضية فبتكون المنطقة دي كده very rigid، تسحب كل الحمل، مثلث المية الصغير الأزرق ده كله في الاتجاه مين؟ في الاتجاه الرأسي حتى ارتفاع اتش على الأربعة. طيب وبقية الحمل يروح فين؟ اللي هو المثلث الأخضر ده. المثلث الأخضر ده هو اللي يروح في الاتجاه الأفقي، هو اللي يعمل انحناء للبلاطة في الاتجاه الأفقي، ده اللي يسبب الـ MY مثلا، اللي هو العزم في الاتجاه التاني في الاتجاه الأفقي. طيب لما أجي بقى أخد شريحة في الاتجاه الأفقي عندي شرايح متغيرة، فين أكبر قيمة للحمل؟ أكبر قيمة للحمل برضه عند اتش على الأربعة، أكبر قيمة للمثلث الأخضر ده على ارتفاع اتش على الأربعة، وقيمتها 75% من الحمل. إذا الهوريزونتال ستريب عليها مثلث اسمه سواء بقى نفترض إن هو الاتجاه الطويل في الاتجاه القصير ده هو الاتجاه الطويل فاسمه بيتا بي، بيتا في جاما ووتر في اتش ووتر. الحمل دوت يا جماعة يتوزع لحملين، حمل في الاتجاه الرأسي كل الحمل يروح في الاتجاه الرأسي، كل الحمل الأفقي يروح في الاتجاه الرأسي حتى ارتفاع اتش على الأربعة، وتلات أرباع الحمل يروح فين؟ في الاتجاه الأفقي، اللي هو أكبر قيمة للحمل الأفقي عند اتش على الأربعة، فيروح تلات أرباعه في الاتجاه الأفقي. إذا يا جماعة في الخزان الميديم أو في الحيطة الميديم عندي شريحتين، فيرتيكال ستريب وهوريزونتال ستريب. الفيرتيكال ستريب عليها المثلث الرأسي اللي هو جاي من الاتجاه الرأسي بالأساس كل المثلث، وعليها مثلث تاني جاي نتيجة الريجيديتي بتاعة الفلور مع الوول، فعليها مثلث صغير كده
بقيمة الحمل الأفقي كله. ده أول شريحة في الفيرتيكال ستريب، والهوريزونتال ستريب عليها بس حمل كده قيمته أكبر، هناخد بس أكبر قيمة للحمل، حمل موزع 75% بيتا بي. يبقى إذا يا جماعة في الميديا مول عندي شريحتين، فيرتيكال ستريب وهوريزونتال ستريب. الفيرتيكال ستريب عليها الحمل المثلث الرأسي بالأساس، وعليها المثلث صغير كده على ارتفاع اتش على الأربعة، ده جاي من الشريحة الأفقية. وعندي شريحة أفقية قيمتها دايما ب75% الحمل. يبقى أي حمل في الاتجاه الأفقي كله يروح في الاتجاه الرأسي على ارتفاع اتش على الأربعة، وتلات أرباع الحمل فقط هو اللي يروح في الاتجاه مين؟ الأفقي. تصبح التوزيعة بتاعتك بالشكل ده أهو. يبقى هذا الحمل في الاتجاه الأفقي اسمه بيتا بي، تلات أرباعه بس يروح في الاتجاه الأفقي، وكل الحمل يروح في الاتجاه الرأسي على ارتفاع اتش على الأربعة. وعندي الحمل أصلا الرأسي بالأساس اللي هو ألفا بي. ده النوع التاني من الحوايط. طيب النوع التالت من الحوايط اسمه الديب وول، الديب وول أو الديب تانك. فقال لك الحيطة ديت هي حيطة وان واي بس بقى في الاتجاه الأفقي، حيطة وان واي في الاتجاه الأفقي. الارتفاع ده اسمه ال لونج أو ال اتش، ودوت ال ال شورت، فتطلع ال ال لونج على ال ال شورت أكبر من أو يساوي 2. إذا هي وان واي بس في الاتجاه الأفقي. طب احنا اتفقنا يا جماعة إن أي حمل في الاتجاه الأفقي، أي حمل في الاتجاه الأفقي كله يروح في الاتجاه الرأسي على ارتفاع اتش على الأربعة. وطبعا يا جماعة الحمل هنا طالما كله بيروح في الاتجاه الأفقي يبقى الحمل اسمه بي، البي دي كلها تروح في الاتجاه الأفقي. وأي حمل في الاتجاه الأفقي كله يروح في الاتجاه الرأسي على ارتفاع اتش على الأربعة، وتلات أرباع الحمل فقط هو اللي يروح في الاتجاه مين؟ الأفقي. أنا لما أجي أخد شرايح هاخد شريحة في الاتجاه الرأسي، شريحة في الاتجاه الرأسي يجي لها حمل فين؟ هذا الشريحة ايه في الاتجاه الرأسي؟ الحمل اللي جاي لها جاي لها بس في ارتفاع اتش على الأربعة في الحتة دي، ده الحمل اللي جاي لي، والباقي هنا مفيش أي أحمال بصفر. طيب وفي الاتجاه الأفقي قال لك بناخد برضو شريحة عند أقصى حمل أفقي، عند دايما ربع الاتش، دايما الشريحة الأفقية عند ربع الاتش قيمتها بكام؟ ب75% من الحمل. يبقى اذا يا جماعه الحوايط اللي عندي ثلاث انواع، الشالو وول وان وي في الاتجاه الرأسي كل الحمل بيروح في الاتجاه الرأسي فاخد شريحه في الاتجاه الرأسي فقط، الميديوم وول دوت اللي هي تو واي الحمل بيتوزع في اتجاهين في الاتجاه الرأسي وفي الاتجاه الافقي، خلاص الحمل في الاتجاه الرأسي مثلث كامل من الاول لاخر في الاتجاه الرأسي. طب الحمل في الاتجاه الافقي كل الحمل يروح في الاتجاه الرأسي بس على ارتفاع اتش على الاربعه، وتلات ارباع الحمل بس هو اللي يروح في الاتجاه الافقي. طيب الديب وول دي كده زي حاله من الميديوم وول، ان الديب وول ده بقى وان واي بس في الاتجاه الافقي، وقلنا اي حمل في الاتجاه الافقي كله يروح في الاتجاه الرأسي على ارتفاع اتش على الاربعه، وتلات ارباعه فقط هو اللي يروح في الاتجاه مين؟ الافقي. بقى في الشالو وول عندي شريحه واحده رأسيه فقط، في الميديوم وول عندي شريحه رأسيه وشريحة أفقية، في الديب وول عندي شريحة رأسية وشريحة أفقية. يبقى ايه؟ شريحة رأسية في الديب وول وشريحة أفقية. طيب تعالى بقى كده نشوف ملاحظات هامة جدا يا جماعة. أول ملاحظة اللي حكينا فيها نتيجة اتصال الحيطة بالأرضية، فبتكون المنطقة القريبة من الأرضية very rigid، فكل الحمل يروح في الاتجاه الافقي على ارتفاع اتش، كل الحمل اسف يروح في الاتجاه، كل الحمل في الاتجاه الافقي، الحمل اللي هو في الاتجاه الافقي يروح في الاتجاه الرأسي حتى ارتفاع اتش على الاربعة، و75% من الحمل فقط ينتقل في الاتجاه مين؟ الافقي. طيب تاني حاجة قالك يتم عمل كاميرا افقية في الخزان لو كان شالو او ميديوم تانك في حالة الارتفاع زاد عن 3 متر. طيب ركز كده، ليه بنعمل القمرة الأفقية دي زي ما اتكلمنا قبل كده؟ لو كانت الحيطة بتاعتك بالشكل ده عليها ضغط مية، فتصبح العزوم عليها بالشكل ده،
لو كان الارتفاع ده اتش اقل من 3، لو الارتفاع ده كده اللي احنا بنسميه الاتش ده اقل من 3، يبقى العزوم دي عزوم قليلة، تطلع لك قطاعات هنا صغيرة، عزم قليل وطلع قطاع معقول. طيب افرض الارتفاع ده بقى زايد عن 3 متر، فلو الارتفاع ده زايد عن 3 متر قال لك خلاص خلي حط هنا حاجة كاميرا، هنا ركيزة كاميرا أفقية، بحيث ان هي تخلي لك العزوم دي بالشكل ده، ان هي تقلل لك العزوم هنا فتديك قطاعات اقل ويبقى اكثر اقتصادية. ده لو كان الارتفاع، لو كان الارتفاع اكبر من 3. طب لو الارتفاع ده بقى كبير اكبر من 5، فساعتها خلاص استخدم سلاب التوب واعمله بوكس سيكشن، اللي هو نفس السيستم بتاع مين، بتاع الاوبن كوندويت، استخدم سلاب التوب ويبقى السيستم بتاعي عامل كده، بحيث ان انا برضو اقلل العزوم هنا اكتر في حالة الارتفاع الكبير. طيب فبنعمل في الشالو والميديم تانك في حالة الارتفاع زاد عن 3 متر بنعمل قمرة افقية. القمرة الافقية ده يا جماعة لبره او لجوه مش فارقة، يعني القمرة دي لبره بالشكل ده او الناحية التانية لجوه برضو مش فارقة. طيب القمرة ده يا جماعة، القمرة الافقية، القمرة الأفقية أنت عارف إن الرياكشن بتاع الركيزة اللي هنا هعكسه على القمرة الأفقية، رياكشن كده في الاتجاه مين؟ الأفقي على القمرة الأفقية. قمرة أفقية زي بتاعة الأرش سلاب بالظبط، قمرة أفقية، فتلاقي الحمل الرياكشن ينتقل في الاتجاه مين؟ في الاتجاه الأفقي. طيب القمرة ده يا جماعة قمرة متزنة ذاتيا في الاتجاه الأفقي، الحمل في الاتجاه الأفقي، إذا القمرة متزنة في الاتجاه الأفقي، يبقى أي قطاع عليه حمل في الاتجاه الأفقي بيبقى متزن في الاتجاه الأفقي. طيب في الاتجاه الرأسي القمرة دي متشالة على مين؟ متشالة على الخزان نفسه، على حوايط الخزان. طيب هتيجي تلاقي إن الحمل الأفقي ده يعمل عزوم إزاي على القمرة دي؟ يعمل عزوم بالشكل ده. خلاص عزوم كده هنشوفها شبه كده الشريحة الأفقية زي ما هنشوف عزوم، فراح أصمم القمرة الأفقية عادي خالص، بصمم قمرة عادية خالص وأحط لها كائنات عادية خالص. طب افرض الطول ده بقى زاد، لو الطول ده كان كبير فيصبح العزوم دي عزوم كبيرة، فقال لك أجي أعمل إيه؟ لو الطول ده زاد فتبقى العزوم ديت كبيرة، فخلاص اجي عشان اقلل العزوم على القمرة ديت، عشان اقلل العزوم على القمرة ديت اجي اقوم مربطها بطيات، اقوم جاي اعمل لها طايز ركائز، اقوم جاي اعمل لها طيات كده، مربطها بشدادات بحيث ان انا اخلي القمرة بتاعتي ديت قمرة كونتينوس. ها يا جماعة، بحيث معايا شباب، بحيث ان انا اخلي القمرة ديت كونتينوس، وبالتالي اقلل العزوم على القمرة لانها تبقى قمرة كونتينوس، فيبقى العزوم عليها اقل، فيبقى العزوم عليها اقل. دوت يا جماعة بنعملها امتى؟ بنعملها في حالة الخزان لما يكون ميديوم وول او شالو وول، يعني في حالة لما يكون الحمل بينتقل رأسي في الاساس. طيب الملحوظة اللي بعد كده معانا، الملحوظة رقم 3، يعني معنى كده يا شباب ان لو كان الخزان بتاعي خزان ديب وول محتاجش احط القمرة، لو كان الخزان بتاعي ديب وول او ديب، لو كانت الحيطة بتاعتي ديب يبقى اذا ما بحتاجش احط قمرة افقية، لان زي ما انت عارف ان الحمل وقتها كله هينتقل في مين؟ هينتقل في الاتجاه الرأسي، مثلث مية صغير كده، مثلث كده بيبقى العزوم بتاعته عزوم قليلة، مثلث كده بيبقى العزم بتاعه بالشكل ده، ده كده العزم، فما بحتاجش احط قمرة افقية. تعالى كده بقى نسمي الله
ونتكل على الله وناخد المثال رقم واحد زي المثال اللي عندك في الشريط بالظبط. بيقول لك for the elevated rectangular tank، وانت عارف ان الخزانات عندنا حسب البوزيشن ممكن تكون elevated بتشال على عمدان، او ممكن تكون او ممكن تكون rest. يبقى الخزان بتاعنا ممكن يكون خزان elevated او ممكن يكون rested on soil. هذا خزان كده ممكن يكون rested على السويل. يبقى الخزان بتاعنا لا يكون elevated لا اما يكون rested على السويل، يا اما يكون خزان اندر جراوند. يبقى لا elevated لا rested على السويل لا اما يكون اندر جراوند. ماشي يا شباب؟ يبقى elevated لا rested on soil لا underground. طيب بيقول لك suggest the suitable system، يعني استخدم هنا في الحتت دي هستخدم قمرة أفقية ولا لأ. make a complete design، اعمل ديزاين كامل للوولز وللفلور. We draw the reinforcement of the details of reinforcement in both sectional elevations and the plan. خلي بالك انت هيبقى عندك في الخزان ده اربع حاجات هتحط فيها التسليح. شريحة في الاتجاه الشورت في الاتجاه القصير، وشريحة في الاتجاه الطويل، وشريحة في الاتجاه الافقي، والبلان. وبيديك الاف يلد ب 420 ميجا باسكال والاف سيو ب 30 ميجا باسكال. ايه هي يا جماعه خطوات ديزاين اي خزان؟ خطوات ديزاين اي خزان، الستبس بتاعتك في ديزاين اي خزان. اول خطوه تحسب الكونكريت دايمنشنز. والكونكريت دايمنشنز دايما هتاسيوم التيول بيساوي التي فلور بيساوي 300 مللي. تاني خطوه تحسب اللودز اللي هو البي، الحمل ضغط الميه اللي بيأثر على الحيطه، والحمل اللي بيأثر على مين؟ على الفلور. طيب تالت خطوه، دي بقى خطوه مهمه جدا في الخزان المستطيل، هي خطوه اللود ديستريبيوشن. يبقى خطوه اللود ديستريبيوشن دي خطوه في غايه الاهميه في الخزان المستطيل. دي كده اهم خطوه في الخزان المستطيل. طيب بعد كده في اللود ديستريبيوشن دي هنفرد الخزان كأنك كده عندك الخزان ده زي كرتونة زي بوكس وفرضته. بعد كده بقى تشوف الاسترينج اكشنز والكريتيكال ستريبس، ديت سهلة. تصمم الكريتيكال سيكشنز زي ما خدت قبل كده. وخطوة رقم 6 دي مهمة، درو الديتيلز اوف رينفورسمنت تو اريزنابل سكيل، بسكيل مناسب او سكيل معين هو يحدده في الامتحان. طيب تعالى كده نتكل على الله ونحل المسألة بتاعتنا. أول حاجة الكونكريت دايمنشنز، ففي الكونكريت دايمنشنز هتأسيوم التي وول بيساوي التي فلور بيساوي 300 مللي. خطوة رقم 2 اللودز، أنا عندي الحمل المؤثر، حمل على الحيطة، دايما الحمل اللي على الحيطة دوت اسمه بي، هنسميه بي. جاما ووتر في الاتش ووتر، جاما ووتر ب10 في الاتش ووتر ب5 يطلع 50 كيلو نيوتن على متر مربع. وتروح تحسب الحمل على الفلور، ده بيساوي وزن الفلور الذاتي والميه اللي موجوده في الخزان، اللي هو 50 زائد 25 في 3 من 10 يطلع 57.5 كيلو نيوتن على متر مربع. ركز بقى معايا جدا في الخطوه الجايه ديت اللي هي خطوه اللود ديستريبيوشن. قلنا في خطوه اللود ديستريبيوشن تقوم جاي مفرد الخزان، تفرد الخزان كانك عندك كرتونه كده وفردتها. يبقى شباب في الخطوة ديت هنفرد الخزان كأن احنا عندنا كرتونة وفردناها. فلما تيجي تفرد الخزان الخطوة دي، نفرد الخزان او فردته، الفلور ديت كانت 4 في 6، الوول كان ارتفاعها 5، يبقى يتقسم كده الى فلور، وكل حطين قبال بعض زي بعض، كل حطين
قبال بعض زي بعض. ماشي يا شباب، كل حطين قبال بعض زي بعض. فأول حاجة تعالى كده نشوف الفلور. الفلور ده عبارة عن بلاطة، اتفقنا ان الحوائط بتاعة الخزان او الخزان ده شوية بلاطات، فالفلور عبارة عن بلاطة. تعالى نشوف نوع البلاطة دي ايه. البلاطة دي ال لونج بيساوي 6 متر، في ال شورت ب4 متر، يبقى ال لونج على ال شورت 6 على 4 بيساوي فيها 1.5. اذا هي بلاطة وان واي، اسف بلاطة تو واي. بلاطة تو واي، بلاطة تو واي يعني الحمل يتوزع في الاتجاهين، الحمل في الاتجاه القصير اسمه الفا، والحمل في الاتجاه الطويل اسمه بيتا. الحمل في الاتجاه القصير الفا، والحمل في الاتجاه الطويل اسمه بيتا. طيب عشان اجيب الفا وبيتا كنت بروح احسب حاجه اسمها الار، اللي هي الريكتانجولاريتي ريشيو. الريكتانجولاريتي ريشيو اللي هي الام لونج في ال لونج على الام شورت في ال شورت. طيب الام لونج هو حالة استمرارية الطول الطويل، طب والام شورت هو حالة استمرارية الطول القصير. طب الام لونج حالة استمرارية الطول الطويل مستمر من ناحيتين، جنبه بلاطة وجنبه بلاطة وجنبه حيطة وحيطة، يبقى الفاكتور ام لونج ب 76%. طب والام شورت هو حالة استمرارية الطول القصير، جنبه من هنا بلاطة وجنبه من هنا بلاطة، يطلع ب1.5، يبقى الدبليو فلور بتساوي 57.5 كيلو نيوتن على متر مربع. طيب عشان اجيب الفا وبيتا اخش استخدم مين؟ عمك جراشوف، جداول الحاج جراشوف. دايما جراشوف يا جماعه في الخزانات، لان حمل المايه ده بيبقى حمل تقيل وزن كبير. برضو جراشوف ده يستخدم لو اللايف لود اكبر من 5 كيلو نيوتن على متر مربع، برضو استخدم الحاج جراشوف ده. فجراشوف برضو كتر خيره ادانا الفا بتساوي ار اس 4 على 1 زائد ار اس 4 قوانين، او راح اجيبها من المانيوال زي ما انت عارف اللي هو الجدول الثالث. يبقى ده من المانيوال الجدول الثالث. اول راجل جراشوف ده كتر خيره ادانا ده الجدول رقم 3، ادانا قوانين ار اس 4 على 1 زائد ار اس 4 اجيب الفا، والاقي اجيب بيتا 1 ناقص الفا، تطلع الفا زائد بيتا على طول بتساوي 1. راح اجيب دبليو الفا بتساوي الفا في الدبليو فلور اللي هي بوينت 835 في 57.5. اجيب الحبل في اتجاه الفا يطلع ب 48.1%. طيب وراح اجيب الحمل في اتجاه بيتا اللي هو بوينت 451 في 50 يطلع ب 9.49. يبقى اجيب الحمل في اتجاه الفا والحمل في اتجاه مين؟ بيتا. ده بالنسبه للفلور. صعب. طيب بالنسبه للوولز، بالنسبة للول قلنا كل حطين قصاد بعض زي بعض، فأنا هاجي أسمي الول دي وول واحد. طيب الول وول واحد ده عبارة برضو عن بلاطة. تعالى كده نشوف نوع البلاطة دي. ال لونج في ال شورت، ال لونج اللي هو الاتجاه الطويل الخمسة في ال شورت اللي هو 4، قاسم الخمسة على الأربعة تطلع بتساوي فيها 1.25. إذا البلاطة ديت وي. طيب تو واي يعني ميديوم وول، يعني الحمل يتوزع في اتجاهين، الحمل يتوزع في الاتجاهين، في الاتجاه الطويل اللي هو اتجاه الخمسة يبقى اسمه بيتا، وفي الاتجاه القصير اللي هو في اتجاه الأربعة يبقى اسمه ألفا. طب الحمل اللي أنا بوزعه على الحيطة اسمه بي، الحمل اللي أنا بوزعه اسمه بي. طيب الأول تعالى نشوف ار، أجيب ار ازاي؟ قالك الار دي بتساوي ام لونج في ال لونج على الام شورت في ال شورت. طيب تعالى نعرف مين الام لونج. بالنسبه للام لونج ادا الطول الطويل، بالنسبه للطول الطويل هتلاقيه متصل هنا مع بلاطه، متصل من الناحيه ديت مع بلاطه. طب والناحيه التانية مفيش، الناحيه التانية مفيش حاجه. اذا الام لونج اللي هو الطول الطويل الام دي بتساوي 87% في 5 في ال لونج. طيب الشورت الاتجاه القصير، قال لك الاتجاه القصير دي كانت بلاطة مستمرة مع حيطة تانية جنبها، وكانت دي بلاطة مستمرة مع حيطة تانية جنبها، ففي الاتجاه القصير الام ب76%. يبقى 87 في 5 على 76 في 4 تطلع 1.43. استخدم برضو جراشوف ار اس 4 على 1 زائد ار اس 4
يطلع الالفا 0.807 والبيتا بتساوي 0.193. هجيب الالفا بي 0.807 في 50 في البي، جبت 40 35 ده في الاتجاه القصير في اتجاه الفا، وفي الاتجاه بيتا اسمه 0.193 في 50 965. طب انت عارف يا جماعة ان الحمل في الاتجاه الطويل اللي هو في الاتجاه الرأسي بيتا بي خلاص اسمه بيتا بي 965، ملاش دعوة بيه. طب الحمل في الاتجاه الأفقي، ها فاكر؟ ولا أي حمل في الاتجاه الأفقي كله يروح في الاتجاه الرأسي على ارتفاع اتش على الأربعة، كل الحمل يروح في الاتجاه الرأسي على ارتفاع اتش على الأربعة اللي هو بيساوي الخمسة على الأربعة، وتلات أرباع الحمل فقط هو اللي يروح في الاتجاه مين؟ الأفقي. تلات أرباع الحمل فقط هو اللي يروح في الاتجاه الأفقي. يبقى أنا عندي في الاتجاه الأفقي ده تلات أرباع الحمل اللي هو 75% في ألفا بي، يطلع الرقم ده 30 26، وكل الحمل يروح في الاتجاه الرأسي على ارتفاع اتش على الأربعة اللي هو اسمه ال 40 35. صعبة ده يا جماعة؟ ماشي يا شباب. طيب لو انت ما فهمتش الول واحد، الول واحد كده بوزع التوزيعة بتاعتي واحل او اكتب الارقام بتاعتي في الحيطة اللي قبالها، والاتنين دول زي بعض. لو انت ما فهمتش الول واحد، تعال نشوف ايه الحكاية في الول رقم اتنين. نفس الكلام بالنسبة للول رقم اتنين او الول اتنين اللي هي الحطين اللي قصاد بعض دول، فهي برضو بلاطة. البلاطة دي عبارة عن بلاطة ستة، المرة دي ستة في خمسة، يبقى اذا برضو بلاطة تو واي، اللي لونج على اللي شوف ستة على خمسة تطلع فيها واحد اتنين، بلاطة تو واي. بلاطة تو واي يعني الحمل يتوزع في الاتجاهين، الحمل في الاتجاه القصير اسمه الفا والحمل في الاتجاه الطويل اسمه بيتا. عشان اجيب الفا وبيتا لازم احسب حاجة اسمها الار اللي هو الريكتانجولاريتي ريشيو. طيب الار دي بتساوي ايه؟ ام لونج في ال لونج على ام شورت في ال شورت. طيب الام لونج اللي هو استمراريه الطول الطويل، ادي الطول الطويل. اتفقنا يا جماعه ان الطول الطويل متصل من ناحيتين، ليه؟ لان في هنا بلاطه وفي هنا بلاطه، كنت فاصله من بلاطه هنا وبلاطه هنا، يبقى هو مستمر في الطول الطويل من ناحيتين، يبقى الفاكتور ب 76%. طب في الطول القصير اللي هو الطول ده مستمر هنا مع الفلور انما هنا مفيش حاجة، يبقى الفاكتور 87% في 5، يبقى 1.5%. اخش برضو ارقص 4 على 1 زائد ارقص 4، يطلع الفا ب.549 ويطلع بيتا ب.451. اجيب الفا بي يطلع 57.45 كيلو نيوتن على متر طولي، هناخد او كيلو نيوتن على متر مربع المفروض، هناخد شريحة 1 متر، والبيتا بي يطلع ب 22.55 كيلو نيوتن على متر مربع، بعد كده باخد شرايح 1 متر فيطلع نفس الحجم يعني. طيب تعالى كده، الحمل في الاتجاه الرأسي، الحمل في الاتجاه الرأسي اسمه ألفا بي خلاص، يبقى الحمل اللي هو ألفا بي اللي هو 27.45 اهو، كل الحمل اهو 27.45 روح في الاتجاه الرأسي. طب الحمل في الاتجاه الأفقي اللي هو كان 22.55، كل الحمل يروح في الاتجاه الرأسي على ارتفاع اتش على الأربعة 22.55، كل الحمل ده راح هنا في الاتجاه الرأسي على ارتفاع اتش على الأربعة، وتلات أرباع الحمل فقط، تلات أرباع الحمل فقط اللي هو 75% بيتا بي، 75% في 22.55 هو بس اللي يروح في الاتجاه الأفقي. ماشي يا شباب، حد عنده مشكلة؟ يبقى كده خلصنا أهم خطوة للديستريبيوشن. يبقى لي بقى إن أنا آخد شريحة في الاتجاه ده وأشوف إيه الأحمال الموازية ليها، وآخد شريحة في الاتجاه ده وأشوف إيه الأحمال الموازية ليها، وآخد شريحة في الاتجاه الأفقي ده وأشوف إيه الأحمال الموازية فيه. ها قبل كده ما أبدأ آخد الشرايح بتاعتي، تعالى كده نراجع لك على حاجة سريعة اللي هو السيستم أوف وولز. السيستم أوف وولز اللي هو الحيطة بتاعتي، لا اما تكون فري ات توب، لا اما تكون هنجد ات توب، لا اما تكون فيكسد ات توب. لو الاتش بتاعتك اقل من او يساوي 3 يبقى الحيطه بتاعتك فري ات توب. طيب لو الاتش بتاعتك
لو الاتش بتاعتنا اكبر من 3 واقل من او يساوي 5 فبحط كاميرا فوق، فبتبقى هنجد ات توب او هنجد with a upper horizontal beam. ولو الاتش بتاعتك اكبر من 5 فبيبقى بوكس سيكشن او فيكسد ات توب. احنا يا جماعه بنسبه كبيره قوي دايما شغالين على الحاله دي، نسبه كبيره قوي زي الشيت المساله رقم 1 والمساله رقم 2 هنشتغل على الهنجد ات توب. الخطوه دي بقى يا جماعه ان انا ابدا اخد الكريتيكال ستريبس والستريننج اكشنز، ان انا بقى ابدا اخد الشرايح بتاعتي وارسم لها الستريننج اكشنز زي اول سيكشن في السنه، زي اول سيكشن، وابدا ارسم الهزوم وابدا ارسم النورمال فورس وابدا اصمم القطاعات الحرجه. طيب الكريتيكال ستريبس اول حاجه تشوف كده الاتش بتاعت الخزان بتاعتنا، ارتفاع الخزان بتاعنا كان 5 متر، يبقى يوز ابر هوريزونتال بيم، استخدم كاميرا افقيه فوق. طيب تعالى كده ناخد ستريب واحد واحد، ستريب واحد واحد، ونلم الخزان تاني ونرجع الحوائط اللي فردناها نلمها وناخد الاحمال الموازيه للستريب واحد واحد. ايه بقى الاحمال الموازيه للستريب واحد واحد؟ هتلاقي لما اخد شريحه في الاتجاه ده يبان لي الاربعه متر، ادي الاربعه متر بتاعت الاستاتيكال سيستم بتاعها اهوت، الاستاتيكال سيستم ديت كاميرا افقيه فوق. طب مين الركيزه دي يا جماعه؟ حد شاطر كده مين الركيزه ديت؟ الركيزه ديت هي مين؟ لما تاخد شريحه كده فالركيزه ديت هي الحيطه اللي هنا، هي الحيطه ديت الركيزه ده اهي، هي الحيطه، لان الحيطه ديت اللي زي ما انت عارف الحيطه دي كده، الركيزه دي يا جماعه هي الحيطه. الركيزة دي كده هي الحيطة، لأن الحيطة لها ركايز عمود هنا وعمود هنا، فالحيطة بتشتغل كديب بيم. فالحيطة بتشتغل كديب بيم، هنشوفها دلوقتي مع بعض، هنشوفها دلوقتي. طيب لما أجي بقى أخد شريحة وأخد الأحمال الموازية، هلاقي المثلث الأصفر دوت اللي هو قيمته 27.45، مثلث كده من الاول لاخر قيمته 27.45 في الاتجاه الرأسي، وعندي المثلث اللي بالاسود اللي هو المثلث الصغير ده قيمته 22.55، والناحية التانية الحيطة اللي قبلها زيها بالظبط، والحمل على الفلور الحمل الموازي للشريحة هو دبليو الفا 48.1. الرياكشن اللي هنا هسميه ار واحد لانه هيروح في الاخر، ار واحد عشان لما ارجع لها هيروح للهوريزونتال بيم. طيب تعالى بقى نرسم الاسترينينج اكشنز. عشان ارسم الاسترينينج اكشنز هروح اقول له ابلاي 3 مومنت ايكويشنز، ابلاي 3 مومنت ايكويشن عند نقطه بي. عشان ارسم الاسترينينج اكشن هقول له ابلاي 3 مومنت ايكويشن عند نقطه بي، عند النقطه ديت. فلما ابلاي 3 مومنت ايكويشن هقول العزم اللي هنا في المسافه اللي هي الخمس زائد 2 العزم دوت في المسافه 5 زائد 4 زائد العزم ده اللي هو بيساوي العزم ده بالتماثل في المسافه 4 بيساوي سالب 6 في الار الاستيك، ار الاستيك لثلاث حالات. يبقى معايا يا شباب هروح اطبق 3 مومنت ايكويشن عند مين؟ عند الركيزه ديت اللي هو ام العزم هنا في المسافه ديت زائد 2 العزم هنا في المسافه دي زائد المسافه دي زائد العزم هنا في المسافه دي يساوي سالب 6 سيجما الار الاستيك في ثلاث حاجات. ايه هما بقى الثلاث حالات دول او الثلاث حاجات دول؟ اللي هو المثلث، المثلث اللي من الاول للاخر، والمثلث اللي هو ارتفاع اتش على الاربعه، والحمل اليونيفورم. خلاص يبقى ام اف 5 زائد 2 ام بي في 5 زائد 4 زائد الام بي في 4 بيساوي سالب 6 في الار الاستيك 27.45 في 5 اس 3، 5 اس 3 على 45 زائد 22.55 في 5 اس 3. طبعا ده يا جماعه الرقم ده 5 اس 3 ده اس في 22.55 في 5 اس 3
زائد 48 واحد من 100 في 4 أس 3 على 24 يبقى 27. 45 في 5 أس 3 على 45 زائد 22. 55 في 5 أس 3 على 350 و6 من 10 زائد 48 واحد من 100 في 4 أس 3 على 24. دي كده 5 أس 3 وديت برضو 5 أس 3 وديت 4 أس 3. ماشي يا شباب؟ طيب ركز كده معايا، اروح اجيب العزم الام بي يطلع سالب 57.9، العزم ده يطلع سالب 57.9، يعني داخل الخزان، داخل الخزان. طيب اروح بقى ارسم العزوم هنا ازاي. انا العزم اهو 57.9 بالاتزان 57.9، 57.9 بالاتزان 57.9، اجي اوصل ده وانزل بارابولا ده بيقول سكويرد على 8 ناقص 57.9 يديك قيمة العزم الموجب هنا. وراح اجيب الرياكشنات، الرياكشن هنا لما اعكسه يبقى هو التنشن على الفلور، والرياكشن هنا لما اعكسه ده يروح لمين؟ يروح للهوريزونتال بيم، يروح للهوريزونتال بيم. طيب عشان اجيب الرياكشن ده يا جماعه بعمل ايه؟ ادي العزم بفصل كده الحيطه فيكسد هنجد، وادي العزم 57.9. طيب نتيجه الحمل الراسي دوت اللي هو 27 45 اركزه هنا يروح التلتين وهنا يروح التلت، الحمل المثلث الصغير ده اركزه واجيب الرياكشن هنا واجيب الرياكشن هنا، والعزم ده على الاسبان على الخمسه في الاكشن، في الاكشن كده العزم على الاسبان والاكشن كده، لما اجي اجمع الاكشنات هيطلع لي هنا 70.3 كيلو نيوتن على المتر الطولي، ويطلع لي هنا 12.34 كيلو نيوتن على المتر الطولي. ده يروح لمين؟ ده يروح للهوريزونتال بيم للقمرة الافقية، وده يروح يتعكس، ده يتعكس تنشن على الفلور. يبقى كده جبت التنشن على الفلور. طب تعالى بقى بالنسبه للتنشن اللي على الوولز، قول لي يا جماعه ان ادي الحيطه بتاعتك، ادي الحيطه بتاعتنا، الحيطه دي متشاله على العمود هنا وعلى العمود هنا، مين الرياكشن اللي جاي هنا؟ الرياكشن اللي جاي هنا هو رياكشن الفلور. انا عشان اجيب التنشن اللي على الحيطه ده هو رياكشن الفلور اللي هنا ده كده، لو انا واخد شريحة 1 متر يبقى الرياكشن بتاع الفلور ده يجي حمل كل 1 متر، الرياكشن بتاع الفلور يجي حمل كل 1 متر. طب رياكشن الفلور ده بيساوي ايه؟ رياكشن الفلور ده بيساوي 48.1 في 4 على 2، ده اللي يعمل لي التنشن على الحوايط، يبقى 48 في 4 في نص، ده اللي يعمل لي التنشن على الحوايط. واجي اخد شريحه 1 متر كده عند الماكسيمم. بص يا جماعه الحمل ده بيعمل حاجه اسمها ارش اكشن، بحيث ان ارش اكشن كده بيبقى كبير هنا ويقل وانت طالع، ويقل وانت طالع، حاجه اسمها الارش اكشن. والجزء القريب ده يروح لمين؟ يروح للعمدان، يروح للحته دي. فانا باخد شريحه في نص الحيطه بالظبط، الشريحه دي بالظبط في نص الحيطه، فيبان لك التنشن على الوول مثلث بالشكل ده، قيمته تحت كبيرة اللي هي 48 رياكشن الفلور، 48 1/100 في 4 في نص. يبقى انا جبت التنشن اللي هنا، طبعا ده هو التنشن، كل ده هو التنشن. ده بالنسبة للستريب كام؟ استريب 1 1. طيب بالنسبة للستريب 2 2، لما اخد شريحة موازية
لاتجاه 2 برضو بنفس بقى المنطق بالظبط. الشريحة دي 6، البعد ده 6، وده الحوايط، ده الحمل اللي في الاتجاه ده اسمه 9 65، اللي هو المثلث الكبير، والمثلث الصغير اسمه 40 35، والحمل الموازي للشريحة دي في الفلور اللي هو دبليو بيتا اللي هو 9 49. برضو راح اطبق الثري مومنت ايكويشن عند بي، اجيب العزم بنفس النظام، اطبق الثري مومنت ايكويشن اروح جاي مطبق الثري مومنت ايكويشن هنا كده، اجيب برضو مين العزوم دي، ده طبعا اس 3، وده اس 3، نطبق الثري مومنت ايكويشن زي ما احنا كلنا عارفين، ام ايه في 6 زائد 2 ام بي في 5 زائد 6 زائد ام بي في سالب 6 الار الاستيك، الار الاستيك بتاعه الحمل المثلث اللي من الاول للاخر 9 65 في 5 تكعيب على 45. طب المثلث الصغير بي اللي هي 40 35 في 5 تكعيب على 350.6. طب الحمل اليونيفورم دبليو ال تكعيب على 24، اجيب الام بي، تطلع الام بي برضو رقم معايا بالسالب، بالسالب يعني داخل الخزان، بالسالب معايا يعني داخل الخزان اهو. ارسم برضو نفس الكلام، اجيب هنا اخد العزم وافصل، الارتفاع ده 1.25، اركز المثلث، اجيب الرياكشنات اعكسها، اجيب التنشن. ده بالنسبة للستريب كام؟ ده الستريب 2. طيب بالنسبة بقى للستريب 3، انا عندي هوريزونتال ستريب، باجي اخد هنا شريحة في الاتجاه الافقي عشان خاطر الحمل في الاتجاه الافقي. طيب الشريحة في الاتجاه الافقي دي دايما على ارتفاع اتش على الاربعة، على ارتفاع اتش على الاربعة، دي شريحة كده في الاتجاه الافقي. طيب الشريحة ديت، الشريحة اللي هي في الاتجاه الافقي، شريحة كده في الاتجاه الافقي على ارتفاع اتش على الاربعة، اهيت، واخد الحمل الموازي للشريحة، ادي الشريحة بتاعتك الطول دوت 4 متر والطول ده 6 متر، يبقى ده 4 وده 6 متر. لما اجي اخد بقى الحمل الموازي، الموازي للاربعة والحمل الافقي ده اللي هو 30 26، وزيه بالظبط الحيطة الناحية التانية. طيب والموازي، الموازي يبقى الحمل الموازي للأربعة هو اللي باللون 30 26، الحيطة اللبني دي، وبالنسبة للحمل الموازي للستة هو الحمل اللي هو 16 و9. دي كده الشريحة في الاتجاه الأفقي، شريحة بوكس سيكشن. طبعا هاجي أطبق الثري مومنت إيكويشن عند النقطة، طبق الثري مومنت إيكويشن عند النقطة ديت، فهاجي أقول إن العزم هنا بيساوي العزم هنا بيساوي العزم هنا بيساوي العزم هنا من التماثل سالب 6 في الار الاستيك اللي هي 29.5، اسف، سالب 6 في الار الاستيك اللي هي دبليو ال تكعيب على 24، اجيب العزم هنا، اجيب العزم هنا، اجيب العزم هنا، يطلع العزم بالسالب، يطلع العزم بالسالب، العزم هنا يطلع بالسالب. اجي بقى ارسم مين، اجي ارسم العزوم، ادي العزم بالسالب وعلق بارابولا، اجيب القيمه ديت وعلق بارابولا، اجيب القيمه ديت وارسم النورمال فورس دايجرام. عشان ارسم النورمال فورس دايجرام كنت بعمل ايه؟ عشان ارسم النورمال فورس دايجرام افكرك كده في الشريحه ديت، عشان ارسم لها النورمال فورس دايجرام كنت باجي اركز الحمل ده واركز الحمل ده وباله الناحية التانية، واركز الحمل ده واركز الحمل ده، الحمل ده
نصه يروح للحيطة دي ونص ونصه يروح للحيطة دي يعمل شد، والحمل ده نصه يروح للحيطة دي ونصه يروح للحيطة دي يعمل شد. خلاص هجيب قيم الشد دي، بعد كده ارسم او اروح اصمم الكريتيكال سيكشنز.